سعيد جدا بهذه المبادرة طرف السيد والي جهة التربيطة 16 والسيد مدير أكاديمية جهة التربيطة 16. هي بادرة طيبة تنم عن الوعي التام بأهمية الرقي بجودة المدرسة العمومية بصفة عامة، ومن خلالها يعني يتم الاعتراف وتكريم جميع رجال ونساء التعليم ومختلف الفاعلين الذين يحملون على عاتقهم هم تطوير وتجويد المدرسة العمومية والرقي بها. وإحساس يعني هو تكليف أكثر منه تشريف، حيث أن الأستاذ مطالب دائما بالتجديد وبالمشاركة يعني وتقاسم كل ما من شأنه أن يعني من شأن الرقي بالمدرسة العمومية. يعني هو تكريم لجميع رجال ونساء التعليم، كما أن هذا التتويج هو ثمرة لمجهود العديد من الفاعلين وتدخل العديد من الأطراف سواء داخل المؤسسة أو خارجها، من يعني تلاميذ، أولياء الأمور، الإدارة التربوية، المديرية الإقليمية، الأكاديمية الجهوية. فمن دون يعني هذه الأرضية المحفزة التي تحفز على الإبداع وعلى الابتكار، يعني لا يمكننا أن يعني نحصل على نتائج جيدة. فالحمد لله يعني وشكرا لجميع المتدخلين والفاعلين. هو التعليم هو رسالة نبيلة، يجب دائما أن يعني نحافظ على يعني سمو هذه الرسالة وعلى نبلها. كما أن الأستاذ هو مدعو يعني خلال هذا التطور الذي يعرفه العالم، يعني تطور سريع جدا، الأستاذ مطالب دائما بالتجديد وبالابتكار وبالتقاسم أيضا وبالمشاركة. فيعني من أجل تحضير مواطن الغد ووفق يعني متطلبات المستقبل، يجب أن يعني نفكر يعني بنظرة مستقبلية من أجل تنمية المهارات التي يعني يتطلبها القرن 21.